مثل ما بشهر رمضان المبارك عم نصوم عن الطعام والشراب، شو رأيكم انه نحن نحاول نعمل جزء من الصيام للأفكار المتوارثة واللي تتعارض مع أمور الدين، ونبلش نعمل بداية عملية تنقية للمفاهيم اللي نحن عايشين بناء عليها. خلينا نعمل عرض للمفاهيم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف هيدا المفهوم يلي صرنا 10 سنين و15 سنة عم نطبقه، هل يتوافق مع كتاب الله؟ المفهوم الآخر هل يتوافق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلينا نعمل عملية إعادة تجديد للمفاهيم من خلال الصيام لحتى يكون صيامنا صدقوني صيام العالمين وليس صيام المقلدين. الحاج فادي العتال مدير شركة سفريات بمدينة طرابلس، سؤاله للشيخ بهاء عن تعدد المذاهب الإسلامية، وكمان سؤال تاني عن حكمة الصيام. حاج فادي عتال من طرابلس الفيحاء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا حاج، حضرتك بعتلنا في عندك سؤالين، السؤال الأول له علاقة به. السؤال الأول هو عن تعدد المذاهب عنا بشكل عام، هل هو منيح ولا ما منيح، ولا يعني شو اللي منيح فيه وشو المنيح؟ تعدد المذاهب، خليني أقول لك شغلة، أو خلينا نقول حقيقة للأسف عم نعاني منها، وهي أنه على مدى سنوات تقدم للناس تعدد المذاهب وكأنه عداوة بين المذاهب، وهذا أمر خاطئ. لأن تعدد المذاهب، أولا شو هي المذاهب الإسلامية؟ يعني لما نجي نقول الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة وغيرهم، تعدد المذاهب هو مدارس فقهية استنبطت الأحكام من القرآن فتيسرت أمور الناس، فبالتالي هاي المذاهب هي رحمة من رب العالمين. لأنها إذا بنجي منشوف هذه المدارس الفقهية قديش تغل أصحابها لحتى يسروا لنا أمور كتير بالعبادة، فما ممكن بأي حال من الأحوال نعتبرها نوع من العدوات أو نوع من التشتيت. الخطورة بقصة المذاهب حاج فادي هي لما أنا بدي إجي إجبرك برأي لأحد المذاهب وأعتبر يلي ما التزم فيه هو اللي عنده مشكلة ومبلش بهالتهم، ولكن هي رحمة. يعني خليني أسألك سؤال، اليوم إذا حضرتك ظاهر من البيت وإجت زوجتك قالت لك نسيت التليفون، عم تعطيك هذا الهاتف بإيدك، خبطت إيدك بإيدك زوجتي إيه طبعا أكيد زوجتك، هل ينقض الوضوء ولا لا؟ أكيد لا. ليه أكيد لا؟ زوجتي ها. طيب إذا غير زوجتك؟ حسب النية. أه. طب اللي حضرتك عم بتقوله انه ايه ولا وحسب النية، هيدي كلها اراء بنيت على اجتهادات اصحاب المذاهب. صحيح. فتيسر الامر، يمكن الحاج فادي اليوم بيرتاح بانه اذا اخذ التليفون من ايد زوجته وخبط ايده بايده ما في مشكل. يمكن شخص يكون عنده شوية هذا الجانب الوسواسي اذا صح التعبير، انه لا هو خليني اتوضى، في مذهب بيقول ينقض وضوء اتوضى وارتاح ما في مشكل. فتعدد المذاهب رحمة من رب العالمين، وتعدد المذاهب إجا، وهذا اللي نحن محتاجينه اليوم، إجا من هؤلاء الفقهاء يلي أخلصوا التعامل مع القرآن الكريم، كانوا يوقفوا مع كل حرف من القرآن الكريم، مع كل كلمة من القرآن الكريم، ويفسروا ويستنطوا ويطلعوا أحكام ويشوفوا شو دليلهم. وانتبه، كل المذاهب عندها الدليل الشرعي الصحيح. صحيح. فنحن مشكلتنا بالمذاهب، يعني حضرتك عم تقلي هل هي منيحة ما منيحة؟ طبعا منيحة، أكيد منيحة، لأن لولا هذه المذاهب لكان في مشقة كتير كبيرة على الناس، كتير كبيرة. بس أوقات بتحس إنه في مذهب بكثر مذهب، أنا بحس لا لا ما في تكفير، بالعكس كان في احترام كتير كبير، وكان في أدب الاختلاف كان متجسد عند هؤلاء الفقهاء اللي هن عملوا هذه المذاهب. اليوم بحياتنا ما سمعنا الإمام الشافعي سواء بكتبه أو عن تلامذته حدا حكي كلمة خطأ عن الإمام أبو حنيفة، ولا سمعنا تلامذة الحنابلة حكيوا شيء عن الشافعية أو المالكية أو إلى آخره. بالعكس كان في قمة الاحترام والأخلاق في التعامل، ولكن المشكلة وين؟ لما يكون في عنا جهل بالموضوع هون بتفيد المشكلة. يعني لما يجي واحد مقتنع برأي للإمام أبي حنيفة مثلا، ولكنه مقتنع عن جهل وليس عن علم، بيصير ينظر إلى كل من يخالف هذا الرأي بأنه هو عنده مشكلة وغلط والكل صح.
فهي المشكلة بموضوع تعدد المذاهب انه نحن لم نحسن عرض هذه الامور الى الناس والى عامة المسلمين. انا كانسان اعمل في مجال الدعوة، يعني خليني اسألك، حضرتك شو بتشتغل؟ انا بشتغل كذا شغل الحمد لله، بس انه شغلي الاساسي مكتب سفريات، شغلي حج وعمرة يعني. ماشي، مكتب سفريات. اذا اجى شخص لعندك وقال لك انا معي اسبوع بدي روح انا زوجتي رحلة، هل بتجبره بشغلة؟ هلا كخبرتي انا بالشغل انه شو بتعمل؟ بنصحه بالشيء المنيح وبتعطيه الخيارات. صحيح، بتقول له في عندي كذا وفي عندي كذا، صح ولا لا؟ صحيح. المذاهب هي هذه الخيارات الرحمانية من المولى سبحانه وتعالى بكل بساطة، فما بدنا نتشدد وما بدنا نكون مبينين كأنه المذاهب فاتين بمعركة، بالعكس هي رحمة ورحمة كبيرة من رب العالمين، ولكن الأساس أن نتعامل معها بعلم وليس بجهل. كنت عم تقولي في عندك سؤال تاني. صحيح. طيب خلينا بعد الفاصل ناخذ سؤال تاني. يلا إن شاء الله. حاج فادي رجعنا، وكنت عم تقولي قبل الفاصل في عندك سؤال تاني. صحيح. يلا شو هو إن شاء الله؟ شيخي ما الحكمة من شرعية الصيام؟ شو الحكمة منه؟ شرعية الصيام شو الحكمة منه؟ خليني أولا عن جد أقول لك شكرا على السؤال، لسبب أنه كتير ناس بتسأل هذا السؤال، بل خليني أقول لك كتير ناس عندها استغراب حول هذا الموضوع. يعني في ناس بتقول لك أنه طب بحكيك صراحة، شو خص جهاز الهضمة بطاعة الله؟ يعني رب العالمين بده ياني انا اعطش وجوع؟ هيدي الاسئلة تسأل عند كتير من الناس. حكمة الصيام الاساسية واضحة بقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الهدف الاول والابرز والاوضح والاكبر هو الوصول الى مرحلة التقوى من خلال الصيام. طيب السؤال، عندي هون صيام وهون مرحلة التقوى، أنا بدي أوصل من الصيام إلى مرحلة التقوى، شو الطريقة اللي بتوصلني لمرحلة التقوى؟ هذا هو السؤال. الإجابة بكل بساطة إنه تتحول مع بدء الصيام، تبلش تتحول من الإنسان تتحكم فيه الغرائز والشهوات والحاجات إلى إنسان هو الذي يتحكم بكل هذه الأمور. يعني أنا اليوم، انت اليوم اذا نفترض نحن بايام غير شهر رمضان المبارك، اذا جعت شو بتعمل؟ باكل. بدك تاكل. صحيح. طيب اذا صبرت على حالك شوي بدك ترجع تاكل اكثر. صحيح. لحد ما يوصل الانسان لمرحله انه خلص ما حدا يحكي معي انا بدي اكل، ما عاد قادر. تمام. وين الاكل بدي اكل؟ دغري وين الاكل؟ لما انت تجي على كل الاكل غريزي من الغرائز، وكل الغرائز الاخرى لما انت تتعود بانه انت تكون المسيطر عليها توصل لمرحلة التقوى. ليه؟ لان اذا الانسان استطاع التحكم فيما هو حلال بكل تأكيد حيبتعد عما هو حرام. صحيح. الاكل حلال ولا حرام؟ حلال. الشرب المي والجلاب والعصير حلال ولا حرام؟ انه حلال يعني، انه صح ولا لا؟ ما في شيء من نوع الحلال والحرام فيه لأكل، انه اكل بس انك تاكل شيء حلال يعني. حلال. صحيح. طيب في رمضان احنا شو بنعمل؟ نحن نمتنع عن الحلال. نمتنع. صح؟ صحيح. ليه؟ لحتى ندرب حالنا بانه حتى الامور التي احلها المولى سبحانه وتعالى نحن عندنا قدرة طاعة لله انه نكون مسيطرين عليها، مش هي المتحكمة فينا. وعمم هذا المفهوم على كل امور حياتك. لما تشوف انه انت قادر تتحكم بالطعام والشراب، انت قادر تتحكم بموضوع الغضب، قادر تتحكم بموضوع حب المال، قادر تتحكم بموضوع إدارة الخلاف بينك وبين زوجتك، وبتبلش يعني تنشر هذه السيطرة الحكيمة على كل أمور حياتك، فهون شو بتصير أنت؟ بتصير من المتقين. لأن إذا بنقرأ صفات المتقين في القرآن الكريم، حاطيك أبرز مثل: قاضمين الغيظ، العافين عن الناس. هذه مش من صفات المتقين؟ صحيح. طيب من صفات المتقين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
هونا في أمن، في سلام، في هدوء، في استقرار، في سكينة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في حسن استيعاب، حسن مدارات، وحسن تعامل مع الظروف يلي بتصير بهالحياة. أنت من خلال الصيام توصل لمرحلة التقوى، بتصير أنت المسيطر على نفسك. مشان هيك العبادة الوحيدة التي لا يعلم أجرها إلا الله سبحانه وتعالى، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. لما الإنسان من خلال الصيام بيقدر يعمل عملية كنترول مثل ما نحن بنسميها بلغتنا، بتكون أنت قدرت فعلا تنجح بين هلالين اختبار الصيام. والعكس برمضان قديه بتشوف ناس صايمين، صحيح، معصبين، منرفزين، بدهم سيجارة، بعد عني أنا صايم، أيوة، والمشاكل والمسبات والإخناق، وبالآخر شو بيقول لك؟ أيوة أنا صايمين. طيب هول شو صار فيهم؟ صار في عندهم انقلاب بمعنى الصيام، بدل من أنه يكون موسم لبسط السيطرة والتحكم لتكون أنت سيد نفسك، للأسف صارت النفس هي المتحكمة فيك. وهيدا أكبر حكمة من حكم الصيام. الله سبحانه وتعالى يبارك لنا، وإن شاء الله دائما نكون من الذين استطاعوا أنهم يطبقوا حكمة الصيام وينشروا هذه الحكمة إن شاء الله. شكرا على استضافتك لنا ببيتك، وإن شاء الله دائما نلتقي على طاعة بإذن الله. شكرا لك حاج، الله يخليك. تعدد المذاهب أعتقد من أكثر المواضيع اللي نحن بحاجة أنه نطرحها ونتعلمها، ونعرف كيف أنه هي رحمة من رب العالمين، ونطلع من قصة أحادية الفكر والرأي الواحد ورفض كل آخر لمجرد أنه بيختلف معي بالفهم الفقهي لهذه النصوص. الطريق هو العلم ثم العلم ثم العلم. فعلوا قول الله سبحانه وتعالى اقرأ، لحتى نكون فعلا أمة تستحق أن تكون أمة اقرأ. وسام سعيدون، العمر 15 سنة، طالب مهني باختصاص الكهرباء. سؤاله للشيخ بهاء عن تأثير أصدقاء السوء على الشباب. وسام سعيدون، قد ايه العمر أولا؟ 15. اللي بقى شو السؤال يلي عندك؟ أنه ليش الشباب أنه بسن بكير بتتعاطى المخدرات، وشو شو ذنبهم هن إذا أهلهم هاملينهم وهن انخرطوا بالبيئة السيئة؟ هل يتحسبون انه بيتحاسبوا عليهم على هالشيء؟ شوف، اول شيء خلينا نكون واضحين بالموضوع. ما في شيء اسمه اذا واحد غلط ما بيتحاسب، صح؟ ولكن بدنا نشوف الاساس. اولا البيئة السيئة يلي حضرتك عم تقول عنها، انه الاهل تركوهن وفاتوا ببيئة سيئة، الى عمر معين هن ضحايا، وهيدي البيئة السيئة نحن مفروض ننتبه. كيف قصدك انه هن ضحايا؟ يعني هن اتعرضوا لإهمال نفسي وفكري وعلمي وديني من أهلهم، أدى إلى انه هن فاتوا بهذا الجو اللي انت عم تقول عنه، انه يا اما فاتوا بأجواء انحراف او بمواضيع مخدرات، فكانوا هن مظلومين بهالناحية. بس لعمر معين، يعني بس يصير عندهم وعي، يصير عمره 15-16 عارفين انه هيدا غلط، ما عادوا هن عندهم عذر، صار لازم يبلشوا يدوروا كيف يتعالجوا من هالموضوع، كيف انه هن يطلعوا من هيدا الموضوع، لان صار عندهم عقل يفكروا فيه مظبوط. هاي واحد. اثنين، لا لازم يكون في عنا اهتمام بالبيئة. يعني حتى اليوم انت قلت لي عمرك 15، يعني انت اليوم دورك كشاب انك تبلش تشوف البيئة الجيدة يلي انا ممكن يكون موجود فيها، والبيئة السيئة يلي انا مفروض ابعد عنها. صح. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بتمنى كل الشباب يعرفوه، مثل الجليس السيء والجليس الصالح كمثل حامل المسك ونافخ الكير. شو يعني حامل المسك ونافخ الكير؟ حامل المسك يعني اللي بيبيع عطورات، والجليس السيء أو صديق السوء هو نافخ الكير. شو يعني نافخ الكير؟ تتفرج بالتيفي على اللي
بالافلام ماسك هيك مثل المنفخ وعم بيهوي النار، هيدا نافخ الكير. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول بانه الصديق الجيد يعني البيئه الجيده مثل يلي ببيع عطور، صح. اذا فتت لعنده واشتريت منه حتطلع ريحتك شو؟ حلو. طيب اذا ما فتت لعنده بس مرقت من حده شو حتشم؟ كمان ريحه حلوه، صح ولا لا؟ صح. اما الصديق السيء فهو مثل يلي عنده هيك عم ينفخ الهواء على النار وعم يطلع شحبار نحن نسميها. فاذا فتت لعنده او مرقت من حده انت عم تتضايق. فالصديق دائما له دور كتير كبير على الصديق الاخر. اليوم بالمثل الشعبي شو بنقول نحن؟ الصاحب صح، صح ولا لا؟ طيب اذا الصاحب بيسحب اما الى خير واما الى شر، فانت مفروض اولا دورك كشاب انك تعرف شو الاجواء يلي فيك تقعد فيها، وانت مفروض تعمل توازن، يعني انت تعرف هيدا صح او غلط وما تقعد فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بحسن انتقاء الاصدقاء. يعني شوف انت مين اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عمر بن الخطاب مثلا. شو رأيك بعمر بن الخطاب؟ اكيد سيدنا ابو بكر، صح. سيدنا علي، صح ولا لا؟ صح. يعني شوف عم بيعلمنا الرسول كيف نختار اصحابنا. ليه؟ لان هذه الصداقة حيكون لها دور كبير بموضوع سلوكياتنا بالمستقبل. هلا اللي انت قلته هيدول الشباب كانوا ببيئة سيئة وللأسف انخرطوا بأجواء مخدرات، هل يحاسبوا؟ لعمر معين مثل ما قلنا هن ضحايا، ولكن لما يصير عمره 15 أو 16 أو 17 أو 18 ما في إلي أنا البيئة تعيتي سيئة. بده هو يشتغل، هو بده يشتغل ليحسنها طبعا. وإذا عنده مشكلة بده يروح عند المتخصصين يقول لهم أنا عندي هالمشكلة بدي أخلص منها. وليه عم قلك هذا الكلام وسام؟ لسبب، في احصائيه صدرت، وهون بدي اقول لكل يلي عم يتابعنا انه ضروري ننتبه لهالموضوع. احصائيه صدرت باخر 2017 بتاكد بانه سن تعاطي المخدرات نزل بلبنان. شو يعني نزل؟ يعني كان يبلش سن تعاطي المخدرات من 17 18 سنه، هلا صار من 12 سنه. يعني 12 سنة عم يلقطوا ناس عم تتعاطى مخدرات. هيدا أولا بدل بأنه في عنا مشكلة بالتربية والتوجيه. ثانيا في عنا مشكلة بالبيئة يلي حضرتك عم تقول عنا بأنه أهملوهن وتركوهن. وثالثا أنه لا، في عنا مشكلة بموضوع العلاج. أنت برأيك كيف مفروض يكون في هيك؟ كيف مفروض نحتويهم أو نستوعبهم لهول الشباب؟ أكيد مين؟ مساجد ولا المراكز؟ مين برأيك؟ أكيد في بدك مراكز لتابعهم، تعملهم نشاطات، تعملهم تلهيهم عن هذا الشيء. برافو عليك. وفي ومساجد أنه تعطيهم دروسين توعية لهم. أنا شوف أنا مبسوط كتير باللي عم تقوله، لسبب أنه أنت فعلا عم تقرأ الموضوع قراءة صحيحة. إني محتاجين لدعم، هلا أنت عم تقولهم ببساطة، صح. بس هي اذا بدك تيجي تعمل لها هيك صياغه، اني محتاجين لدعم نفسي ودعم ديني. الدعم النفسي بالمراكز يلي بيعلمهم هذه الامور، والدعم الديني يلي بيعطيهم التوعيه الدينيه الايمانيه الصحيحه، وهذا يلي مطلوب. وسام انا كتير مبسوط لانك عم تسال عن هالسؤال وعن هالموضوع انت بهالعمر، وبتمنى انه تكون انت عنصر اصلاح بالمجتمع، وانك تقدر تنصح رفقاتك واصحابك انهم اوعي يفوتوا بهذا المجال. وإذا لا قدر الله حدا فات بهذا الموضوع دغري أكيد شوفوا مراكز أو مشايخ أو مساجد، وروحوا شوفوا كيف تكون في علاج لهذا الموضوع. أنا بدي أشكرك يا وسام، وفرجيني هالضحكة قبل ما نختم. أيوة، شكرا لك يا حبيبي. 2011 عدد المتعاطين يلي تم توقيفهم هن 1680 رجل وامرأة. 2016 صار العدد 3700 تقريبا، يعني ضعف زائد شوي. فكل هذه الأمور تؤدي إلى أنه نحن بحاجة ضرورية إلى أنه نعمل عملية دراسة للبيئة يلي موجودة، الأجواء يلي عم تخلي الناس تفوت في هذا الإطار المدمر، ونقدم لهم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والتربوي والإعلامي وكل ما يمكن لحتى نحمي أولادنا، لأن البيئة الفاسدة تنتج مجتمعا فاسدا، والبيئة الصالحة تنتج مجتمعا صالحا.